مع ساعات الصباح الأولى توجه الناخبون رجالا ونساء إلى صناديق الاقتراع، وذلك لانتخاب ممثليهم في المجلس البلدي المركزي في خامس انتخابات تشهدها البلاد. أكثر من 21 ألف ناخب وناخبة مقيدين في جداول الانتخابات، يحق لهم التصويت لاختيار 26 عضواً بعدما حسمت ثلاث دوائر بالتزكية، وهي الدائرة رقم 1 والدائرة رقم 27 والدائرة رقم 28. مئة وثمانية عشر مرشحاً يتنافسون على عضوية المقاعد 26 من بينهم 5 مرشحات، وذلك بعدما تنازل 18 مرشحاً عن خوض المعركة الانتخابية لمصلحة منافسيهم في عدد من الدوائر الانتخابية. أعداد كبيرة من الناخبين تدفقت منذ الصباح الباكر على مراكز الاقتراع حرصاً منهم على المشاركة ووعياً منهم بأهمية اختيار من يمثلهم في المجلس البلدي. انتخابات المجلس البلدي شهدت التزاماً كبيراً من الناخبين كافة بالتعليمات التي وجهتها وزارة الداخلية عبر بيانات سابقة للمواطنين، تعليمات تقضي بضرورة حضور الناخب شخصياً إلى مقر الدائرة الانتخابية التي يتبع لها، على أن يبرز بطاقة قيد الناخب والبطاقة الشخصية عند دخوله القاعة ليتسلم بعد ذلك ورقة الاقتراع ويثبت فيها رأيه بشكل سري في المكان المخصص لذلك، ثم يقوم باختيار مرشح واحد فقط بعلامة صح قبل أن يطوي الورقة ويضعها في صندوق الاقتراع الزجاجي. بهذه المشاركة يؤكد الناخبون حقوقهم في التصويت لمن يرونه مناسباً لهم لخدمة وطنهم تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. للسنة الرابعة على التوالي ينظم نادي الإعلام التابع لإدارة الأنشطة الطلابية معرض إعلامي غير شكل، الهدف إلى إبراز العديد من المواهب الإعلامية لدى أعضاء النادي وطلبة الجامعة، وكذا إكساب الطلاب خبرة إعلامية من خلال احتكاكهم بالضيوف الإعلاميين المتميزين. اثنا عشر جناحاً منوعاً هو حصيلة المعرض الذي شهد إقبالاً من قبل الطلاب والمهتمين بالمجال الإعلامي، كما شهدت الفعالية تنظيم عدد من الندوات الإعلامية والمسابقات المرتبطة بالإعلام والتمثيل والتقديم التلفزيوني. ويسهم نادي الإعلام بجامعة قطر في تطوير قدرات الطلاب في المجال الإعلامي، ويعد قبلة للطلاب المحبين للإعلام من خلال تنظيم ورش عمل مختلفة وندوات تثقيفية منوعة ذات صلة بالعمل الإعلامي. نوماس هو مركز تربوي يسهم في تنمية النشء والشباب باستثمار أوقات فراغهم في تعلم وممارسة العديد من الأنشطة ذات الصلة بالتراث والعادات الأصيلة لها القطر في شتى نواحي الحياة، كل ذلك في إطار يحثنا عليه ديننا الحنيف من تمسك بتعاليمه بالأخلاق الرفيعة
وإكسابهم المهارات التي تؤهلهم للاعتماد على النفس وتحمل المسؤولية. تتضمن فعاليات المركز دورات تعلم المشاركين آداب المجلس والعادات والتقاليد المستندة إلى الموروث القطري، وتبدأ الأنشطة في تعلم كيفية استقبال الضيوف والترحيب بهم وكيفية تحضير القهوة. كما يقدم المركز دورات متخصصة بركوب الهجن. وللفنون التراثية حصة كبيرة ضمن دورات مركز نوماس، حيث يؤدي الشباب العرضة ويستمتعون بها طبعاً. وبعد أداء العرضة صناعة القرص، وهو نوع من الخبز يصنع بطريقة تقليدية قديمة. اختتم هذا اليوم التراثي الشيق بركوب الهجن بطريقة تسمى الركوب واقف، إذ يقيم المركز أحياناً مسابقات في أفضل توقيت لها. يحرص مركز نوماس على تكريس مقومات الهوية الوطنية وترسيخها لدى النشء والشباب، لاستثمار طاقاته وقدراته وتحقيق تطلعاته بكفاءة وفعالية بمقومات وطنية لتعزيز ريادة الدولة.